مشاهدينا الكرام ومشاهدي موقع مصراوي في كل مكان، اهلا بحضراتكم معانا في لايف جديد. معكم اسلام عمار مراسل موقع مصراوي محافظه كفر الشيخ. مشاهدينا الكرام، شهدت قريه حصه القنيمي التابعه لمركز اهلين محافظه كفر الشيخ حادث مأساوي ولكن خارج البلاد المصريه. يتضمن الحادث مقتل احد ابناء هذه القريه الهادئه على يد اربعه اخرين، ولكن هناك في دوله اوغندا في مدينه سيروتي الاوغنديه. تفاصيل القصه يعني وفق ما مصادر من الاسره بتقول ان هو كان الشاب زين محمد سليم، زين محمود سليم، من ابناء قريه حصه الغنيمي، تاجر ادوات منزليه هناك في اوغندا في مدينه سيروتي الاوغنديه. فطبعا كان في مجموعه بتتعامل معاه في مجال التجاره، من ضمنهم الاربعه اللي هم المتهمين بالقتل، ان كان عليهم ديون وكده، ولما طلبهم بديون عشان يقدر يجمع المبلغ عشان يقدر ينزل مصر ويتزوج هناك، ولكن طبعا يعني هنا غدروا به واستدرجوه بحيث ان هم يعني في تسويه للمبالغ الماليه وكده، ولكن طبعا بعد ما اتقابلوا غدروا به وبغتوا بطعنوا بسلاح ابيض سكين. طبعا التفاصيل الكامله كلها عشان نوضحها لحضراتكم اكتر من خلال اسره المجني عليه زين محمود سليم، 27 سنه، من ابناء قريه حصه الغنيمه تبع المركز اهلين محافظه كفر الشيخ. معنا الان احد افراد الاسره او صهره اللي سهر المجني عليه. طبعا معانا الاستاذ محمد النقاز. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. البقاء لله تعالى. وطبعا احنا عارفين الموقف صعب طبعا جدا جدا بين اسره المجني عليه وكده، وطبعا احنا عايزين نعرف بدايه يعني هي ايه اللي مر بيه زين خلال هذه الفتره لحد ما تم اكتشاف الجثه. بس اسلام، نقدر نقول لحضرتك اللي مر بيه زين حاجه فظيعه جدا 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 لا يتخيلها. زين محمود، هو اسمه محمود احمد سليم، شهرته زين. كان متواجد هناك وشغال بقاله سنه ونص في اوغندا محافظه سيروتي، كان شغال تاجر ادوات منزليه وكانت اموره كويسه، شاب محترم خلوق متدين بار باهله كلهم جدا جدا جدا، انسان محبوب لدى الجميع. شغال كل يوم بيتواصل مع الاسره بالكامل وبنطمن عليه وبيطمن علينا. يوم الجمعة اللي فاتت اللي قبلها يوم 23/2/2024 بالليل بيكلم والدته، عامل ايه؟ قال لها الحمد لله كويس، انا معايا ناس زمايلي اربعة هنتعشى سوا ان شاء الله وهرجع اكلمك على طول، ناس بلدياتي من كفر الشيخ من هنا وهرجع اتواصل معاك على طول. انتظر. ده كان يوم الجمعة بقى اللي هو لما كلم والدته قال لها في اربعة جايين هيتعشوا معايا. بالظبط. كان هما المتهمين اساسا. بالظبط. تمام. يعني ده كان اخر اتصال ما بين والدته وبين زين يوم الجمعه اللي فاتت دي. الجمعه اللي فاتت اه يعني من 8 ايام اللي فاتوا. تمام. الاغرب في الموضوع ان محمود كان بره اصلا، الناس دي وصلت السكن رنوا عليه في التليفون قالوا له السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه احنا هنا اهو. تمام، انت فين؟ قال لهم انا في شغل بره. طيب افتح علشان هننتظرك واحنا جايبين الفلوس اللي لينا اللي علينا. اكلم صاحبه السكن قال لها افتحي لقرايبي اللي عندك وانا هاجي على طول. دخلوا حضروا العشاء، وصل تعشوا واتكلموا وشايته جاهزه وكل شيء. قالوا له خلاص مفيش مشكله. طب الفلوس؟ طبعا كان عليهم مبالغ قديمه لان هو كان تاجر بيديهم الحاجات الادوات المنزليه دي بالاجل، خدوا اشتغلوا وبيعوا واكسبوا وادوني. طبعا الفلوس دي تراكم. كاميرا استاذ محمد اتفضل معاك. فحضرتك تواصلي قعد معاهم يوم الجمعه مفيش اي اخبار. احنا وصلنا كده ان هو اتصل بصاحبه السكن قال لها افتح لقرايبي او الناس اللي هم جيرانك. دخلوا حضروا العشاء. تمام. الصوت انقطع الساعه 11 او 12 بالليل على حد زي ما سمعنا من هناك، لان لنا قرايبنا هناك في اوغندا، بعتناهم من تاني يوم اخباره ايه ما بيردش علينا فراحوا. قالوا صاحبه السكن دخلت تاني يوم على طول وجد الدم على سريره وفي الارضيه. دي صاحبه السكن. صاحبه السكن تواصلت مع واحد هناك اسمه الشيخ احمد خضير اللي هو داعيه اسلامي جزاها الله خير،
وبنشكره وبنشكر كل الناس في الجالية اللي ساعدونا هناك. طبعا بقى الشرطة الأوغندية جت بقى حققت في القصة لما جت بقى وكده، وهم بلغوا هناك السلطات الأوغندية جت بحققت. طبعا سألوا صاحبة السكن مين ايه اللي حصل، قال لهم ناس مصريين امبارح أربعة جم عارفاهم وجم ترددوا قبل كده، كانوا بيقولوا على طول ترددوا عليه قبل كده وحسب كلامها، وفضلوا يزعقوا معاه بعد ما اتعشوا وكلوا وخلصوا سمعت زي بالليل، وبعد كده الساعة واحدة بالليل الصوت كله انقطع. من تاني يوم بدأنا نبحث ونتكلم مع الناس، مفيش أي حاجة، المشتبه فيهم اتقبض عليهم هناك بالضغط عليهم، اعترفوا إن هم قتلوه. طيب إيه بقى سبب المعلومات بقى اللي إحنا عايزين نعرفها اللي وصلت من التحقيقات هناك وصلتكم أنتوا بقى؟ إيه بقى سبب القتل إيه بقى؟ سبب القتل إن هو الراجل ده كان مدينهم. يعني هم كان عليه ديون. كان عليهم ديون وهو بيطالب بيها علشان يروح ينزل. طب كان عليهم ديون في ايه؟ كانوا واخدين منه ايه ولا نفس المواد، ادوات منزليه. يعني هو تاجر ادوات منزليه هناك وهم بيتعاملوا معاه. وبيتعاملوا معاه بالاجل يعني. بالاجل. بياخد مثلا جزء ويسد وهكذا. بالظبط. تمام. هم بلدياته وناس من هنا من المركز بتاعنا مقبوض عليهم حاليا دلوقتي بالضغط عليهم. امبارح لقينا الجثه حاطينها رمينها في الغابة. اللي حصل ليه محدش عقل في الدنيا يتصوره. طب انتوا فضلتوا معاه، انتوا اللي عملتوا الاكل طبختوا وتعشيتوا معاه وبعدين قتلتوه وبعدين سرقتوه ورمتوه في الغابة، ايه ده؟ محدش يتخيل ابدا 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 ان في واحد عنده مخ قلب رحمة ان يعمل كده ويعمل فيه اخوه اللي موكله ومشربه ابن بلدك وصاحبك وصديق عمرك تعمل معاه كده. طب استاذ محمد بالنسبه يا فندم طبعا احنا شايفين ان في مطالب الاسره كل شويه، طبعا عايزين الجثه عايزين الجثه عايزين الجثه. احنا حضرتك انا تواصلنا مع ناس هناك ورحت امبارح للنائب ياسر منير مشكورا، قال لي انا كلمت السفير هناك ووعدني ان احنا هنعمل الجثه، بس طبعا حضرتك لحد دلوقتي السفير مش شايفين اي مجهود بارز شويه، فبنترجاه بالناشد السيد رئيس الوزراء وبالناشد السيد وزير الخارجيه وبالناشد السفير المصري في دوله اوغندا، ارجوكم لو سمحتم ساعدونا ان احنا نرجع اخونا هنا. الحاجه الوحيده اللي ممكن تشفي قلب امه وقلب ابوه ان يلاقوا جثه ابنهم اندفنت في مقابر الاسره هنا. طبعا مشاهدينا الكرام ومشاهدي موقع مصراوي، من خلالنا عبر موقعنا موقع مصراوي بناخد مناشده الاسره المقتول او اسره المجني عليه زين محمود سليم او محمود احمد سليم شهير بزين تاجر ادوات منزليه 27 سنه يقيم قريه حصه غنيمي تبع مركز اللين محافظه كفر الشيخ. طبعا يعني لقى مصراعه يعني غدرا على يد اربعه من اصدقائه في محافظه سيروتي الاوغنديه، وطبعا زي ما وضح الاستاذ محمد واحد افراد الاسره وصهر المرحوم ان طبعا هم بعد ما قتلوه وكده القوا جثته باحد المناطق النائيه او الغابات المجاوره لنهر الكونغو المر بمدينه سيروتي، وطبعا لحين تم العثور عليه بعد 8 ايام عقب تحقيقات الشرطه واعتراف المتهمين. بنشد الاسره تناشد وزاره الخارجيه المصريه بسرعه التدخل لدى السفير المصري بشان استعجال اجراءات شحن الجثمان الى مصر تمهيدا لورا جثمان الثرى في مقابر اسرته في قريه حصه غنيمه تبع مركز اللين. شكرا كرام، انا بشكركم شكرا جزيلا. طبعا سمعتوا قصه المرحوم او المقتول زين سليم احد ابناء قريه حصه غنيمه الذي لقى مصرعه على يد اربع متهمين من يعني كانوا يعني عليهم ديون لزين وكده وكان طالبهم بالمهازي المديونيات من خلال طبعا التعامل الاعمال التجاريه اللي كانت ما بينهم بشان اقراضهم ادوات منزليه لبيعها بنظام الاجل ويعني يتم بيعها ويتم السداد على اجزاء. طبعا زي ما حضرتك الاستاذ محمد وضح انه تم الغدر به في المسكن هناك في مدينه سيروتي الاوغنديه وقتلوه بسلاح ابيض سكين وتم القبض على المتهمين واعترفوا بتفاصيل الجريمه. مشاهدينا الكرام اشكركم شكرا جزيلا، كان معكم اسلام عمار مراسل موقع مصر ومحافظه كفر الشيخ. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.